بحب ارحب بضيفي النهارده في مصر الجديده الاعلامي الكبير والمحاور الكبير الاستاذ مفيد فوزي، وبشكرك جدا على قبولك الدعوه استاذ مفيد. مساء الخير ومنور مصر الجديده. مساء النور. وهدخل مع حضرتك في مواضيع كتير جدا. تعال نبدا الاول باخر حاجه، وهي ما تابعناه على شاشات التلفزيون النهارده من محاكمه رئيس مصر الاسبق حسني مبارك. تابعتها ازاي؟ باي عيون؟ تابعتها بعيون مصري يبحث عن الانصاف لرئيس عاش لمصر 30 سنة وله أخطاءه. وأخطاء هذه ناتجة منه، بمعنى إنها ناتجة من تجاهله مثلا لدخول رجال الأعمال في منطقة السلطة. نمرة 2، شيء آخر ربما هو مش مسؤول عنه، لكنه هاجس إنساني ضغط عليه وهو رحيل حفيده، ونحن بشر. هو رئيس دولة، لكن برحيل حفيده رحل أيضا عن قضايا مصر إلى حد كبير. نمرة 3، شفت مبارك وهو بيتكلم، مش بيكلم القضاء، ده بيكلم محكمة الرأي العام المصري. صحيح. في نهاية الأمر. مظبوط. يناقش ويتحدث ربما لآخر مرة. ربما. وأعتقد أن مبارك من الناس المعمرين. وأعرف ده عن العيلة. لكن أنا متصور إن هو بيكلم الناس لآخر مرة. بيقول لهم ها أنا ذا. بأخطائه وبحسناته. شفت مبارك وهو بيواجه الجحود. لأنه في مصر آفة اسمها الجحود. في مصر؟ نعم. مش عايز أقول في العالم. يعني خليني في الإطار بتاعي. الإطار المصري. في مصر جحود. الجوهري يعمل أشياء نرفعه للسماء. تتذكر من هو الجوهري؟ الله يرحمه ويحسن إليه طبعا. خبر كابتن محمود الجوهري. ثم إذا فلت كده ولا حاجة ينزلوا بيه سنسفيل الأرض. حتى المعلم حسن شحاتة. وأنا ممكن بكلمك عن الكورة. ومش عايز أقول لك أسماء عملنا لها ضجيج وسقفنا حتى التهبت الأكف ثم أخفضناها.